والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتابعين، الآن أرويكم نمو الفاصولة الجسم عمر 20 يوم. ما شاء الله تبارك الله، بدأ الخيط يكبر ما شاء الله كما تشاهدون. اللهم زيد بارك. ذكروا قبل 3 أيام نزلت المقطع، ما شاء الله تبارك الله بدأت تطلع. اللهم زيد بارك. ما شاء الله ما شاء الله، يبدأ يطلع الخيط كما تشاهدون. هذا الفاصولة المسلقة قلت لكم، ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا ما شاء الله ما شاء الله، إذا تكبر هذا الفصل المسلقة حطيته على حبل، هذا الحبل هذا الأبيض، هذا غسل أسود ما شاء الله تبارك الله، من أجمل اللحظات ما شاء الله تبارك الله كما تشاهدون. الساعة 7:30 صباحا عندنا ما شاء الله. تسمعوا صوت العصافير؟ تسمعوا ما شاء الله سبحان الله، نسمع صوت العصافير، صوت العصافير في الصباح شيء روعة. سمعتم؟ ما شاء الله تبارك الله. تسمع صوت العصفور؟ صباح روعة. صباح الخير يا صباح النور، إذا كان عندك أو صباح. نفس الشيء ان شاء الله تبارك الله. بقشت ما شاء الله كما تشاهدون، بدأت تطلع الخيط ما شاء الله. هذا القشت بدأت معي، هناك القشت كما تشاهدون. نفس الشيء ما شاء الله. هذا القشط ما تشاهدون،
شاء الله هذا ما شاء الله تبارك الله. المنظر هذا ما شاء الله تبارك. هذا بداية لاين كما تشاهدون. هذا عمره 21 يوم ما شاء الله. هذا بوشت ما شاء الله. هذا عمره 17 يوم ما شاء الله تبارك الله. صار بوشت بداية طين الخيوط ان شاء الله نبدا نجهز الحبل واعمل اعمل حلقه ان شاء الله. هذا ابيض ان شاء الله. هذا المن ان شاء الله على ابيض جدًا. ما شاء الله. بين الخيوط كما تشاهدون سبحان الله. هذا كبرت هذا آخر شيء آخر سبحان الله. كيف يطلع عمر مختلفة كما تشاهدوا. عمر يوم، عمر 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، 16 يوم، 21 يوم. شوفوا على حسب العمر. ما شاء الله يبدأ يطلع لحب كما تشاهدون. ما شاء الله تبارك الله على نفس الشيء. هذا الأبيض بدأ يطلع. ما شاء الله بدأت لنا الحب كما تشاهدوا. ما شاء الله هذا عمر 20 يوم.
ما شاء الله. واحد الخيول بدأ يطلع لي. إذا عجبك من المقطع حطوا لايك. أنا بوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.